انه تكون الوركين متبعتي. اذا استمر مع ماده ضمنيه استخدمها الكسر في توضيح هو بيتقالوا حاجه اسمها مقدمات للصراع تمون تطوري او شيء هذا هي مجرد تسجيلات ولا طبابة مع سعيد حنفوش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مستمعي برنامج طبابة ألف اللي بيجيكم يوميا من الأحد للخميس بإذن الله من الساعة 1 للساعة 2 بعد الظهر مع الزميل سعيد حنتوش. عند ظرف ما موجود، أنا معكم نهى سعدي. اليومين هذول إن شاء الله تستفيد ونستفيد ونتعلم الكثير الكثير من الاستضافات والضيوفنا والدكاترة اللي بيكونوا معانا، اللي حقيقي بيعطونا كل طاقتهم وكل المعلومات اللي ممكن تستفيد منها كشخص، وإذا كان ما أنت تستفيد منها غيرك يستفيد. يعني وصل المعلومة. 055-66-89-01 اتصالاتكم على صفر أو تواصلكم بالأصح على رقم الواتساب 055-66-89-01 لأي سؤال، أو على اتصال حيكون على 0-1-2-61-61-100. معك آيفون، معك آيباد، معك أي جهاز نظام آيو إس ادخل على متجر أبل أو أبل ستور، حمل تطبيق ألف ألف أف أم، معك جهاز نظام أندرويد ادخل على جوجل بلاي، حمل نفس التطبيق فيسبوك تويتر إنستغرام قناة اليوتيوب كلها على نفس الحساب ألف ألف اف ام، سناب شات على الف الف اف ام لايف. معنا اليوم الدكتور وائل عبد الحفيظ طشكندي، رئيس قسم العنايه المركزه، استشاري وبروفيسور مساعد في مجموعه فقيه الطبيه. والحلقه طبعا اذكركم انها برعايه مجموعه فقيه الطبيه. اول شيء نرحب فيك دكتور وائل. يا هلا ومرحبا. هلا استاذ نهى، ورحب بالساده المستمعين المستمعات في اليوم الجميل باذن الله. يسعد مساك يا رب. ان شاء الله ان شاء الله اليوم يعني نحاول انه نفيدهم قد ما نقدر. اليوم بنتكلم عن العناية المركزة طبعا، وطبعا هذا موضوع شوية للبعض شائك، كلمة للبعض مرعبة، وفي للبعض بالعكس، يعني ياريت أحسن اهتمام أكثر. فخلينا أول شيء نتكلم عن التخصص نفسه، العناية المركزة. تمام. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنحاول في اليوم إن احنا نبسط مفهوم العناية المركزة عشان الناس كلها تفهم بمفردات بسيطة. تخصص العناية المركزة له عدة مفردات. فمثلا ممكن نسمع عن العناية المركزة أو العناية المشددة، نسمع عن العناية الحرجة، العناية الفائقة وعناية الفائقة بالضبط. وأيام زمان كانوا يقولوا الإنعاش. صحيح، هذه غرفة الإنعاش زي ما نسمع في المستشفيات أو في الأفلام أو مسلسلات الإنعاش. وطبعا يعني العناية المركزة ببساطة هو عبارة عن موقع في المستشفى بيقوم بخدمة ومتابعة ومراقبة جميع المرضى اللي يحتاجوا بالفعل أن يكون عندهم عناية فائقة ومراقبة للوظائف الحيوية في الجسم. فهذا باختصار بسيط إيش يعني عناية مركزة، لأنه في ناس كثيرة بتقول إيش الفرق بين العناية والرعاية والإنعاش والعناية الفائقة. صحيح. بالإنجليزي له أسامي كثيرة هي ICU Intensive Care Unit. فهذه يعني الموقع هذا المحل اللي يكون في المستشفى، الله يشفي جميع المرضى بيكونوا في حالة جدا متقدمة. هنتكلم إن شاء الله في الحلقة مين اللي يدخل العناية المركزة ومين الطاقم اللي بيشرف واللي بيقوم برعاية هؤلاء المرضى. جميل. هل أيوة يعني خلينا برضو نعرف أكثر، هل الطاقة الاستيعابية في كل مستشفى بتكون تحت شروط معينة دكتور وائل؟ طيب العناية المركزة لو نتكلم شوية كده نبذة عن تاريخ العناية المركزة. أيام زمان يعني أكثر من 20 سنة كان المرضى كانوا بيتعالجوا في العنابر العادية وفي الطوارئ، ولما يتعب المريض بعدين وجدوا أنه هم يحتاجوا مثلا المريض يحتاج تنفس صناعي، مريض يحتاج أدوية رافعة للضغط، مريض يحتاج غسيل كلى. فأنشوا منطقة سموها غرفة العناية المركزة أو قسم العناية المركزة. فأول كانوا الطبيب نفسه المشرف، يعني مثلا طبيب الباطنية أو الجراحة بيعالج نفس مريضه لما يتعب. بعد كده بينت الدراسات والأبحاث
انه لا لازم التخصص هذا يكون له ناس تدرس فيه يعني، فهذا له 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 تطور صار في تخصص العنايه. فالان طبيب العنايه المركزه بعد ما يخلص بكالوريوس طب 7 سنوات يعمل تخصص باطنيه 4-5 سنين او جراحه او تخدير او طب طوارئ، وبعدين يعمل تخصص دقيق عناية مركزة من 2-3 سنين عشان يصير طبيب مؤهل استشاري العناية المركزة. هذا مسار. المسار الثاني الآن لأنه زي ما تفضلت نظرا للضغط الشديد على تخصص العناية من سرة العناية المركزة اللي هي قليلة في العالم كله، الآن بعد البكالوريوس ممكن الطبيب يدرس بورد أو دكتوراه عناية مركزة لمدة من 5-7 سنوات ويصير في النهاية استشاري عناية مركزة. طبعا العناية المركزة زي أي محل في المستشفى، مش بس الطبيب، هذا تيم ورك، هذا فريق عمل عبارة عن أطباء، تمريض، أخصائيين علاج تنفسي، فريق عمل متكامل مختلف جداً عن فريق العمل اللي موجود في المستشفى. بالضبط. هذول لهم تقريبا في العناية المركزة نفس الديزاين ونفس التجهيزات، الغرف تختلف عن الغرف العادية، التجهيزات المعدات اللي فيها غير الغرف العادية، فلازم يكون في أنت عندك جهاز يفحص النبض باستمرار، جهاز يشوف الضغط باستمرار، ضغط الجسم، جهاز يشوف مقياس تشبع نسبة الأكسجين في الدم، تنفس المريض، هذول كل المنطقة لازم تكون مختلفة عن باقي المستشفى لأنه منطقة مراقبة، فالتركيز بيكون فيها أكثر. عشان كده حتلاقي هذه دائما الأسرة العناية المركزة بتكون طبعا عادة أقل من يعني المستشفى مثلا 100 سرير عادة من 10-15% بتكون أسرة العناية المركزة، هذا الستاندرد العالمي في أي محل. فيبقى لها طبعا تجهيزات ودراسات واستثمار كبير في هذا التخصص، لأنه أكبر دليل اللي شفناه الآن العالم كله مع جائحة كورونا وكوفيد كان في نقص شديد في أسرة العناية المركزة، وكان في نقص شديد في أجهزة التنفس الصناعي. فبالفعل الآن المنظمات الصحية والمستشفيات بدوا يعني ينتبهوا أنه لازم نركز على موضوع أسرة العناية، وحتى الآن عامة الناس بدوا الآن يسألوا أو بالفعل عناية مركزة كيف وضع الأسرة، مين الطبيب اللي فيه، مين الممرض، كيف التجهيزات، كيف المخرجات للمريض. عشان كده الآن التخصص هذا مهم جدا أن الناس تفهمه وتستوعبه عشان ما يصير عندهم لبس هذا الموضوع. هل يستدعي الأمر دكتور وائل يعني مثلا أنه خلينا نقول أنه مريض في المستشفى وحالته لا سمح الله تطورت، ضاعفت، صار فيها مشكلة يعني خلينا نقول، هل تتحول غرفته لغرفة عناية مركزة أم هو انتقاله من قسم لقسم تماما، وكيف عملية نقله من هنا لهنا؟ نعم أحسنتي أستاذة نهى. طبعا عادة المريض لما يتعب بيعملوا كود، أوكي كود هذا بيتم على طول، فريق مستعد أنه يتابع المريض وينقذ حياته، لأنه العناية المركزة هي قسم ومنطقة لإنقاذ الحياة. إنقاذ الحياة بمعنى إحنا بننقذ الآن حياة البني آدم من التوقف، ولازم نعمل دعم لجميع أعضاء الجسم الحيوية، الدماغ، القلب، الرئتين، الكلى، الكبد. فبالتالي المريض ما يتعب في الغرفة العادية المنطقة ما هي مهيئة، زي ما قلنا لازم يكون في أجهزة مراقبة، لازم يكون في ديزاين معين بيكون للغرفة، لازم تكون واضحة للجميع. عادة الغرف اللي بتكون في الأجنحة اللي هي التميمة العادية بتكون فيها نوع من الخصوصية، صح؟ صحيح. بتكون مقفلة وبتكون فيها ستائر ولا آخر، لكن العناية مركزة عشان موضوع المراقبة فلازم تكون منطقة مكشوفة، صح؟ هي غرف مغلقة لكن يكون فيها الشفافية عالية، يعني عارف كيف بيحس يضمن خصوصية المريض، لكن المراقبة جزء مهم جدا بتكون في عناية مركزة. فعادة أول ما يطلع المريض، ما يطلع الفريق المختص لما المريض يتعب في أي غرفة في الجناح، فريق كامل يروح ويحاول يعمل استقرار للحالة من النفس، من الضغط، من النبض، وبعدين أول ما تستقر الحالة على طول يتم يعني نقله لقسم العناية المركزة لتكملة
دعم الأجهزة العلامات الحيوية والأعضاء المختلفة للمريض. يعني فعلا اللي بيحصل انه فعلا بتتم عملية نقل المريض لكن بصورة جدا حريصة وصورة جدا متكاملة أكيد. وصورة بيكون بيتابعها أطباء متخصصين حتى يمكن ربما ما شافهم نفسه حتى المريض وبيكون عندهم طبعا تقارير كاملة عن الحالة صحيح؟ أكيد طبعا لأنه أول ما مريض يتعب مثلا نقول أنه الآن والله في مريض في قسم الباطنية تعب فعلى طول بيصير نداء وكود لأنه في مريض تعبان فيجي الفريق المتحرك حق العناية المركزة لأن العناية المركزة الفريق مش ما بيشتغل بس في العناية المركزة في فريق متحرك بيتابع المرضى زي كده اللي في الأجنحة الباطنية في الطوارئ في غسيل الكلى في العمليات هذا الفريق بيكون عبارة عن طبيب وتمريض وأخصائي جهاز تنفس صناعي وعلاج طبيعي فيطلعوا طبعا بيكون الفريق المعالج اللي فوق موجود فبياخذ التقارير الحديثة للمريض وبالتالي يحاولوا يساعدوا الفريق الأساسي اللي هو الباطني أو الجراحي اللي في الأجنحة على أساس ينقذوا حالة المريض وأكيد في ذاك الوقت لازم يكون التواصل مع المريض أو أهله طبعا عادة المريض الله يرفع عنه بيكون في يعني صورة صعب يمكن جدا التواصل معه عشان كده دائما إحنا في العناية المركزة يكون التواصل مع أهل المريض يكون شخص مسؤول من طرف المريض وهذا جدا مهم جدا مهم عندنا في مرضى العناية التواصل اللي بين الفريق الطبي المعالج وبين أهل المريض بحيث يأخذوا المستجدات اليومية ويشاركوا في اتخاذ وصنع القرار ما شاء الله عليك حقيقي يعني دكتور وائل ما شاء الله فقرة واحدة لكن استفدنا فيها جدا كثير والأسئلة الآن صارت كده تقولهم تنطنط قدامي دكتور وائل عبد الحفيظ طشكندي يا جماعة رئيس قسم العناية المركزة واستشاري بروفيسور مساعد مجموعة فقيها الطبية وبنتكلم عن العناية المركزة هذا التخصص ولسه حنتكلم كمان عن الجائحة وظروفها وحنتكلم كمان عن الطبيب والعلاقته كمان بالمريض وعلاقته بأهل المريض لكن خليكم على السمع فاصل وراجعين دكتور وائل عبد الحفيظ طشكندي رئيس قسم العناية المركزة استشاري بروفيسور مساعد مجموعة فقيه الطبية ضيفنا اليوم وبنتكلم عن العناية المركزة دكتور وائل استأذنك يعني أنا يعني استوقفني شوية علاقة الطبيب طبيب العناية المركزة أو وأهل أو أقرباء أو المسؤول عن الحالة اللي دخلت يعني اللي احتاجت هذا الشيء فحضرتك كنت بتقول إنه بيكونوا معاه في صناعة القرار ممكن بس نشرح في هذا الموضوع شويتين طبعا أستاذ نهى الموضوع هذا جدا مهم وحساس في نفس الوقت طبعا هذا الشيء يمكن هو جديد شوية على الثقافة عندنا في المجتمع لكن شيء مهم وهذا ترى موجود كعنصر مهم في أخلاقيات الطب وفي ديننا الحنيف بمعنى الآن المريض لما يكون في حالة صعبة تعبان ما يقدر يركز ما يقدر يتخذ أي قرارات لأنه أي واحد إنسان بالغ راشد هو اللي بياخذ قراراته بنفسه مظبوط فالآن لما يكون مريض في حالة من المرض اللي ما يقدر يتخذ فيها القرارات فلازم يكون في أحد أقرب واحد له شرعا وقانونا يأخذ المستجدات اليومية لأنه هو اللي حياخذ القرارات فإحنا في العناية المركزة نظرا لأنه المرضى اللي لما بتنوموا الله يرفع عنهم في العناية بيكونوا في حالات يعني جدا متقدمة وصعبة فضروري جدا أنه على طول نعرف أنه المريض إذا ما يقدر يتخذ القرارات ما هو فاعي الكامل ما يقدر يأخذ القرارات ما يقدر يأخذ القرارات لازم نعرف مين أقرب الناس لهم بحيث أنه لا سمح الله لما تصير مشكلة لازم يأخذ المستجدات أو حتى لما تتحسن الأمور والأمور إلى تحسن والأمور طيبة برضو يأخذ المستجدات صحيح لأنه القرارات اللي بتصير في عناية مركزة في قرارات منها مصيرية
ممكن مريض لا سمح الله يتعب يحتاج عملية، ممكن مريض يحتاج دعم لوظائف الكلى عن طريق مثلا أجهزة غسيل كلوي، ممكن مريض يحتاج جهاز تنفس صناعي، ممكن مريض يحتاج أنبوب التغذية عن طريق المعدة. ففي يعني تطورات ومتغيرات كثيرة ممكن تسير خلال تنويم المريض. عشان كذا احنا من بداية دخول المريض وهذا النهج اللي احنا بنتابعه في مجموعة فقي، انه لازم نعرف مين اهل المريض، مين اقرب واحد، ولازم الاتصال والتواصل يكون مستمر. يعني لازم يكون في اعطاء المسجدات اليومية. وانا اعتقد لو احنا اي احد مننا لا سمح الله له عزيز منوم في المستشفى وخاصة في العناية، يبقى يعرف المستجدات، يبقى يطمن عليه. صحيح. أعتقد هذا نص العلاج، لما الاطمئنان النفسي وأنه في فريق بيعطي الآن مشرف الحالة وبيعطي المستجدات وبيشارك برضو في صنع القرار. أعتقد هذا الشيء جدا مهم. وأنا أعتقد إحنا عادة لازم نعرف أنه لازم برضو نحترم خصوصية المريض. الله. لأنه مثلا أنا لما أكون مريض وأكون متنوم في المستشفى، ما أبغى مثلا ولد عمي يعرف أنا إيش عندي، أو صديقي يعرف إيش عندي، طيب، أو فلان الفلاني. يعني في خصوصية تتحمل أشياء مرة كثيرة، والحاجة يعني بسم الله عليك جداً. ما تشوف شر، لكن فعلا فعليا إنه في ممكن تكون الأسباب بصراحة مرة كثير. يعني هذه الوحدة يبغى لها 26,000 حلقة. صحيح. لأنه هذه إحنا من التحديات اللي بنواجهها طبعاً. في العناية في وقت الزيارة مثلا قبل جائحة كورونا، لأن الزيارة موقفة، يعني الزيارة الجسدية، إنه مثلا من الزوار لما يجوا هم من حبهم المريض يسألوا عن أسئلة تفصيلية. أيوة، وحساسة طبعا. نعم. وهذا يعتبر أشياء من خصوصية المريض. يعني إحنا ما نقدر نقول المريض إيش عنده، ولا الحمد لله كويس تمام تعبان كذا، لكن في بعضنا تزعله. فأعتقد إحنا لازم بالفعل نحترم هذه الخصوصية، لأنه هذا الشيء من أخلاقيات الطب، وهذا الشيء برضو شرعنا. فهذا الشيء لازم يعني فرصة اليوم إنه الناس تفهم إنه جزء مهم جدا في التعامل مع مرض العناية المركزة مع الطاقم الطبي، إنه نحترم خصوصية المريض، وإنه يكون في شخص واحد مسؤول. لأن أنت عارف كل ما يكثر الأشخاص اللي يسألوا حالة المريض، كل ما تتغير المعلومة من 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 إذا اللي تتغير. عشان كذا دائما نحب ناخذ شخص واحد نبلغه، والشخص هذا عاد هو يبلغ من يرغب إذا كان لهم الحق في معرفة المستجدات للمريض. جميل. يعني يا جماعة الخير، اختلاف الأسباب ما تعني أبدا إنه الناس هذول ممكن يكونوا كارهينكم أو شيء. أوقات تكون أسباب جدا بسيطة، أوقات تكون أسباب جدا، حتى يتهيأ الطبيب أو يعني قسم العناية المركزة ما يهمهم إيش الأسباب اللي ممكن تكون قد ما الخصوصية تهمهم. صح ولا لا دكتور وائل؟ صحيح. إحنا طبعا إحنا أي مريض يجي تعبان في البداية بنحاول إن نعمل يعني إنقاذ الحياة. فطبعا إحنا بخبرتنا متفهمين الناحية يعني الناحية العاطفية لأهالي المريض، بيكونوا في حالة يعني very emotional. صحيح. وأنه يعني أحيانا بيكون في ضغط على الطاقم الطبي والتمريضي، لكن إحنا مستوعبين هذا الشيء ونقدر شعورهم. لكن دائما في الحالات اللي زي كذا لازم الفريق الطبي يركز، لأنه هو الآن عنده مو بس مريض واحد، ممكن يكون عنده 10 مرضى، 20 مريض، 30 مريض بين الحياة والموت. فلما يكون في تشتيت في التركيز، هذا ما بيؤدي الغرض من إنقاذ حياة المريض. بما أن فتحنا هذا الموضوع دكتور وائل، وقلنا أنه الضغط، كلمة ضغط يعني يتهيألي كوفيد 19 لازم يكون لازم يكون هنا على قولهم يعني محور الحوار. يعني أكيد أنه كان الضغط جدا رهيب عليكم، يعطيكم العافية. طبعا يعني احنا نشكركم والله، يعني قدامكم ومن وراكم، هذا شيء أساسي وشيء الله يعلم، يعني حقيقة الله يعينكم. إلا أنه أنا متأكد أنكم تعرضتوا لحالات مرة كثير، يمكن أطفال وكبار سن وحالات حرجة. صحيح. أكيد طبعا احنا يعني الحمد لله هذا مجهود الفريق الطبي وغير الطبي والمجتمع كله. هذه أعتقد الجائحة اللي إحنا فيها إلى الآن، ترى يا جماعة إحنا الجائحة لم تنتهي،
احنا طبعا عدى وقت صعب علينا يمكن قبل شهرين ثلاثة، الآن الحالات يمكن شوية قلت، لكن لازم ننتبه انه في موجة ثانية في العالم كله واحنا جزء من العالم، فلازم ننتبه. لكن الضغط طبعا موجود على جميع الأقسام، خاصة في أقسام الطوارئ، العناية المركزة، وفي أقسام العزل اللي هي الكوفيد اللي في الأجنحة. طبعا الفرق هنا أنه إحنا بنواجه مرض جديد علينا كلنا، مهما كانت مراجعنا الدراسية وخبراتنا، العالم كله الآن قدامه فيروس جديد. طبعا إحنا الآن بعد 7-8 شهور عرفنا أكثر عن الفيروس. طبعا في بداية الأزمة كان الفيروس غريب، الآن على الأقل نعرف نتعامل معه، خاصة في موضوع وسائل مكافحة العدوى وطرق الانتقال، لأنه هنا مهم جدا أنه الكادر الطبي والتمريضي والإداري يعرف كيف يتعامل مع الفيروس. صحيح. ولازم الناس المرضى وأهالي المرضى يعرفوا كيف يمنعوا انتقال العدوى إليهم، لأنه هذه برضو أحد التحديات اللي إحنا بنواجهها، واللي لها عامل كبير في الضغط على الكادر الطبي، إنه الناس مثلا لسه بتيجي المستشفيات ومثلا بتزور العناية المركزة، بس لازم تنتبه، أوكي، لأنه إحنا عندنا الآن فيروس معروف طرق انتقاله، لكن كل واحد لازم يتأكد إنه مناعته قوية، لازم يتأكد إنه ما عنده مشاكل صحية، وإنه الواحد لازم يحرص. والله هذه الأشياء دكتور ما هي هين إنه الواحد يتأكد منها بسهولة، يعني ما هي زي قياس الضغط في البيت. نعم الضغط طبعا يعني الضغط موجود في الجميع، يعني عارف في المنزل، في العمل، في المستشفيات، لكن احنا لازم نعرف انه جماعة في مجموعة من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، مو بس في العالم كله، في ناس ماخذت إجازات من 7-8 شهور، في ناس يمكن نص يومها بتناوب في المستشفيات لإنقاذ حياة الناس. أنا أعتقد هذا الشيء مهم جدا، لأنه إحنا ممكن ننساق وراء عواطفنا، ممكن نعمل مشكلة بعدين، نعمل ننشر العدوى بين أهلنا وبين أحبابنا وبين مجتمعنا بدون ما نشعر. فعشان كذا أحيانا إحنا لازم نتبع الإرشادات اللي جينا من وزارة الصحة، والحمد لله إحنا في مجموعة فقيه، إحنا جزء من هذا الكيان الموجود، عندنا إرشادات واضحة من وزارة الصحة اللي بتعطينا هي بصفة مستمرة من ناحية العلاج، من ناحية الزيارات، من ناحية المنع انتقال العدوى. فأنا أعتقد مهم جدا أن الواحد يستمع للنصائح والإرشادات اليومية، لأنه أعتقد يعني في الوقت الراهن الجميع على علم بالمرض هذا، ما أعتقد في أحد الآن عايش في المجتمع ما يعرف إيش يعني الفيروس من صغير لكبير. الله يحفظ الجميع. آمين. أسئلة كثير أعرف تخطر في بالكم، أسئلة كثير يعني ممكن تيجي على بال الشخص بهذا الموضوع، خصوصا العناية الفائقة وكمان ارتباطه بالفترة الأخيرة. العناية الفائقة مكان موجود، ولسه حنتكلم عن يعني لا يمكن يكون يتهيألي من الأماكن اللي بتتطور يوم عن يوم، كمان مو شهر بس عن شهر. بعد الفاصل مكملين معاكم، خليكم على السمع. مكملين معاكم دكتور وائل عبد الحفيظ طاشكندي، رئيس قسم العناية المركزة، استشاري بروفيسور مساعد مجموعة فقيه الطبية. الله يحفظ الجميع ويحميكم، لكن احفظوا اسمه أعرفه هو فين عشان شوفوا عنده استعداد يجاوب على كل الأسئلة. فيعني ركزوا في هذه النقطة. تكلمنا عن العناية المركزة، تكلمنا عن حاجات مرة كثير فيما يخصها، وتكلمنا عن الحساسية في الموضوع هذا. يتهيألي يعني هي كلمة عناية مركزة كثير دكتور وائل مرتبطة بالعاطفة. نعم. لكن أنا عندي سؤال، هل ممكن شخص هو مريض واعي يعني لحالته، هل هو ممكن يطلب مثلا من خوف ما تعرضته لهذا الموقف، إنه يقول لك يعني أنا عشان خايف أفضل أنقلوني، أو أهله جو قالوا هذه الكلمة أحسن خليه في العناية المركزة، وهل هذا الخيار وارد؟ نعم طبعا. دائما لازم نعرف انه العناية المركزة لها اهداف، انه هي منطقة
موجودة في المستشفى لإنقاذ حياة المرضى، لاستقرار العلامات الحيوية ولدعم وظائف الحياة. العناية المركزة محل آمن جدا صحيح، لكن برضو العناية المركزة محل ممكن تصير فيه مضاعفات، لأنه منطقة فيها التهابات، فيها ميكروبات. المريض بمعنى اللي يكون ما له داعي أنه يجلس في العناية المركزة، على طول إحنا كأطباء عناية بنطلعهم ونخرجهم من العناية إلى الغرفة العادية في الجناح. فهذا يرد على، يعني يجاوب على سؤالك، أنه أحيانا نعم، أنه في بعض المرضى بيكونوا يعني عندهم زي نوع من الصدمة، يكون عندهم حالة يعني جزء كذا نفسي، أنه بعد اللي شافوه من التعب يكون عندهم قلق انه ايش، انه يطلعوا الغرفه وبعدين يروحوا البيت، فبيجلسوا في العنايه. لكن احنا طبعا بعد ما نشرح لهم ونقول لهم انه الحاله استقرت، ونجلس مع العيله ونشرح لهم كل حاجه، بيتم عاده القبول، ما يكون عندنا مشاكل. لانه برضو العنايه المركزه ترى احنا الان لو تبحرنا فيها، العنايه المركزه محل ما هو هادئ، بمعنى انه تخيل انت عاده القسم العنايه المركزه اقل شيء بيكون 10 سره، فالمريض ما يكون كويس تخيلي في الليل ما حيعرف ينام، لأنه كل شيء بيسمع الألارز، بيسمع المنبهات كل شوية، بيسمع حتى المريض اللي جنبه، عارف كيف، بيشوف برا السايكل ريتم حق النوم. طيب الحلقة حق النوم ما بتكون إيش طبيعية، بيصير فيها اضطراب. فبالتالي وجود المريض، وهذه من المضاعفات أحيانا اللي بنجدها لما المريض يكون مثلا بصاحي واعي وأموره كويسة من ناحية العقلية، لكن مثلا عنده مشكلة في القلب، في الكلى، يضطر يجلس في العناية. يكون مشكلة أحيانا، يكون في مشكلة عنده أنه يتأقلم في العناية وينام، فبالتالي نعطيه بعض من أدوية المهدئة في الليل، لأنه العناية مركزة منطقة ما حتكون الأنوار مقفلة في الليل ولا الدنيا هذه، لا، هذه منطقة فيها الحركة والعمل، وفي مريض تعبان هناك بينقذ حياته، وفي واحد داخل خارج، فهم علي كيف؟ التركيز والاهتمام فيها أعلى، يعني ما هي منطقة فعلا هادية أو لا جدا، المنطقة دائما يكون يعني فيها حركة. فعشان كذا يعني بنلاحظ إحنا بيواجهنا بعض التساؤلات والطلبات، لكن عادة لازم المريض يطلع لما يعني أمور تتحسن عنده، عشان برضو يترك فرصة لغيره لأنه يستفيد من هذا السرير. لأنه زي ما نعرف أنه أسرة العناية المركزة فيها نقص وضغط شديد في جميع أنحاء العالم، مو بس عندنا هنا. فعشان كذا لازم ندي الفرصة اللي يستاهل بالفعل السرير، عشان إيش، زي ما ساعدنا المريض غير نساعد غيره. جميل. من الأماكن اللي بيزيد فيها التركيز على التطوير، وعلى انه تكون بيتهيالي باحدث الاجهزه، ويتهيالي بيكون في دراسات وبيكون في مؤتمرات وبيكون في امور مره كثير، العنايه المركزه. فكيف يعني كل قديش بيتشكل هذا الفارق او التطوير دكتور وائل؟ صحيح، يعني ما بقول لك انه زي ما تفضلت، يمكن يوميا خاصه الان في جائحه الكوفيد يومين تطلع دراسات متعددة. لكن أنا أعتقد سبحان الله الجائحة هذه يعني غيرت أشياء كثيرة في حياتنا اليومية، اللي هو العالم الافتراضي، التعليم عن بعد. بالفعل حتى الآن في الطب، اللي هو الطب الاتصالي، التلي ميديسن، العناية المركزة الآن صار في التلي آي سيو، اللي هو الطب عن بعد، الطب الافتراضي. هذه إيش صارت ميزته؟ لأنه إحنا نعرف إنه الآن نظراً لمرضى الكوفيد بيكونوا طبعاً في نسبة إنه ممكن ينقل العدوى لغيرهم، فبالتالي بنحاول إحنا إنه نقلل من دخولنا للمريض قدر المستطاع. الواحد ما يدخل غرفة المريض إلا وقت الحاجة عند الفحص اليومي، وإذا لا سمح الله في تدهور في الوظائف الحيوية أو في أي مشكلة. طب كيف نلاحظ المريض؟ عشان كده قلنا لازم يكون محل واضح، يكون محل شفاف، ويجي هنا دور الأجهزة المراقبة عن بعد، بحيث أنه أنا مثلا أنا في منطقة بعيدة عن المريض، لكن أعرف نبضه، أعرف ضغطه، أعرف النفس، أعرف علاماته الحيوية، ممكن أشوف المريض. فهذه الفكرة التلي آي سيو، تخيل أنا ممكن أشوف مريض وتابع علاماته الحيوية
مو بس في المستشفى، في مستشفى آخر، في مدينة أخرى، في دولة أخرى. فهذه السلة أي شيء واحدة من الـ من الـ يعني من الـ الـ الأشياء الآن، الخدمات الجديدة الآن اللي تقدم الآن في مجموعة فقيه، وبتفيد كثير في مراقبة وتدخل السريع لمرض العناية المركزة، إن كان في المركز الرئيسي في جدة أو في المراكز الأخرى. مثلا إحنا الآن في مجموعة فقيه بنشغل 20 سرير عناية مركزة تابع لوزارة الصحة في مدينة مكة المكرمة، مستشفى الملك عبد العزيز الزاهر، لنا أكثر من سنة الآن. فالحمد لله هذا الخدمة الآن بنحاول إن إحنا نساعد فيها المرضى من المواطنين والمقيمين والمعتمرين، وبنحاول إن إحنا نقدم أفضل الخدمات اللي تساعدهم لإنقاذ حياتهم وإن يرجعوا لحياتهم الطبيعية في أسرع فرصة. يعني فعليا انه ممكن يكون التطور. طب معلش دكتور وائل، اكيد انه يعني بيتم تجربه مثلا لاجهزه حديثه، يعني بصراحه انا ما عندي فكره كبيره عن الاجهزه اللي ممكن تكون موجوده. متى بيتقرر انه هذا الجهاز حيبدا يستخدم بصوره خلاص ثابته وفي غرفه العنايه المركزه؟ صحيح. شوف الأجهزة تقريبا يعني زي موضوع الآن حمدان في الكوفيد، زي موضوع الفاكسينز، اللقاحات، الأدوية، لها كذا فيز، كذا مرحلة. يجربوها أول حاجة في المختبرات، بعدين على الحيوانات، بعدين طبعا على البني آدم. طبعا في الأجهزة بتكون مختلفة، لكن طبعا قبل لا يتم اعتماد جهاز لازم يتم تطبيقه على احنا نسميه السيميوليشن، اللي هو علم المحاكاة. الآن علم المحاكاة طبعا يعني موجود في التدريس، في العمل. فالآن جهاز مثلا جديد، نقول مثلا لكشف مثلا قوة عضلة القلب زي الإيكو مثلا، فزي كده بيكون في جهاز يتم اختباره على جهاز محاكاة، وبعدين أول ما يتم طبعا اعتماده، طبعا يكون في مراحل يعني متعددة من متخصصين في البيوميد، التقنية الطبية، وبعدين يتم بعد براءة الاختراع عند طبعا هيئة السعودية للغذاء والدواء يوافقوا عليه، وبعدين يتم إدخال هذه الأجهزة. فالعناية المركزة من ميزتها إنه أنت الآن في منطقة مراقبة ومنطقة متابعة، فلازم يكون عندك الأجهزة هذه. يعني الآن إحنا من حتى من أجهزتنا الذكية، من التلفونات، من الكمبيوترز، بنتابع الآن المريض. إحنا كل في الأبس هذه، كل التطبيقات، حتى يعني المرضى بيدخلوا على تحاليلهم، يدخلوا على أشعتهم. الآن مثلا زي في فقيه أب بيخشوا بيشوفوا التحاليل، الأشعة، بيشوفوا النوتة كتبت مع الأطباء، بيشوفوا كل التقارير. نفس الحكاية للأطباء الآن، أطباء من خارج المستشفى يقدروا يشوفوا آخر التحاليل، الأشعة لمرضاهم، يقدروا يتواصلوا عارف مع زملائهم، يقدروا يتناقشوا في داخل المستشفى وخارج المستشفى. فهذه التقنية الآن الحديثة، الICU، العناية المركزة، الخدمة فيها يعني تمشي جنبا بجنب، يعني جدا مهمة فيها. فهذا اللي حابين نحاول نعمله في العناية المركزة بمجموعة فقيه. جميل. يعني الاستفسارات أو الأسئلة اللي ممكن تدور في بالك كثير دكتور وائل قاعد بيجاوب عليها أول بأول، فما أعطاكم مجال أصلا أنه يجي في بالك سؤال. الله يحفظ الجميع، نرجع نقول الله يشفي الجميع، يشفي كل مريض يا رب. والحمد لله على وجود الأطباء والكوادر الطبية الرائعة اللي حتى عنده استعداد يتكلم معاك لين أبعد حد عشان يطمنك وعشان يشرح لك الحالة بصورة مبسطة. أنا متأكدة إنه هذه المصطلحات كلها ليها بدائل علمية ممكن تكون لغز بالنسبة للجميع بالنسبة لهم لغز، إلا إنه بيحاولوا يبسطون لي عبر أثير ألف ألف أفهم عن طريق برنامج طبابة ألف. حنطلع فاصل كمان ونرجع لكم في ختام حلقتنا لليوم مع الدكتور وائل عبد الحفيظ طاشكندي، رئيس قسم العناية المركزة، استشاري بروفيسور مساعد مجموعة فقيه الطبية. خليكم على السمع. رجعنا لكم مكملين معكم، لكن هذا للأسف ختام حلقتنا اليوم.
يعني جدا مستمتعين بالحوار، بنتعلم حاجات مرة كثير من دكتور وائل طاشكندي رئيس قسم العناية المركزة واستشاري بروفيسور مساعد مجموعة فقيه الطبية. تكلمنا اليوم عن العناية المركزة، يظل دائما عند الطبيب أو عند الشخص المختص دكتور وائل اللي هو حاب يقوله، يعني إحنا الحمد لله يعني عندنا 10 دقائق نتكلم، إلا إنه دائما عنده اللي هو حاب يضيفه ويقوله، يمكن يكون المذيع ما سأله هذا السؤال أو ما توجه له هذا السؤال، شيء حاب حقيقي من منصة تقوله للمستمع. أنا يعني أعتقد فرصة إنه إحنا نطمن أعتقد المواطنين والمقيمين. الحمد لله إحنا في وطن وفر جميع الإمكانيات والتجهيزات لخدمة كل من يعيش في هذا الوطن، من خدمات طبية وتمريضية في القطاع العام في القطاع الخاص. ونحن في مجموعة فقيه نقف جنبا إلى جنب مع الوطن الغالي، مع وزارة الصحة في جائحة كورونا ومن قبل الجائحة، خاصة في تخصص العناية المركزة. تخصص العناية المركزة زي ما قلنا إنه في ضغط شديد من قبل الجائحة. نفخر في المجموعة بإحنا بيتم استقبال مختلف الحالات في الطوارئ المستشفيات، وكذلك حالات كثيرة من المستشفيات المختلفة من داخل جدة ومن خارج جدة. الاستعدادات الموجودة في المستشفى من بنية تحتية، من معدات ووسائل مراقبة ومتابعة من أحدث المعدات والتجهيزات، وطبعا أهم شيء التخطيط السليم، الدعم المتواصل من الإدارة العليا للمجموعة، الكادر البشري اللي هو أهم شيء، يعني يكون عندك أنت كادر مؤهل عنده الشهادات والخبرة، التفاني مع المرضى، التواصل الدائم لتقديم أحسن تجربة للمريض. أعتقد شيء مهم جدا أنه المجتمع يعرف أنه هذا التخصص مهم موجود، يطمئن لما المريض يتعب ويروح العناية المركزة لا تعني النهاية، لكن إن شاء الله ربنا هو الشافي، ودائما نقول إن شاء الله يجعل الطاقم الطبي في العناية المركزة أنه يكون من أسباب الشفاء ومن أسباب الخير. على أهل المريض دائما أن هم يثقوا في الطاقم الطبي، أهم شيء وهذا نصف العلاج أنه يكون في ثقة ويكون في اطمئنان بين أهل المريض وبين الطاقم المشرف على المريض. ولازم يعني شيء من البديهيات أنه ما في أحد من طبيب من ممرض يسيب بيته ويجي المستشفى عشان يأذي مريض، ولا عشان يعمل خطأ طبي، ولا عشان أي شيء يصير خارج عن العرف. هذه يسمى مضاعفات وليس خطأ، لأنه إحنا لازم نعرف أنه ما في أحد يقصد أنه يعمل إهمال أو تقصير، لكن الجميع يجتهد وتوفيق هذا من رب العالمين. فأعتقد يعني أشكرك أستاذ أنوها، كان اليوم فرصة طيبة أنه إحنا نلقي الضوء على إيش هي العناية المركزة اللي قلنا لها أسامي كثيرة، عناية مركزة ورعاية مشددة وآي سي يو، صحيح يعني أسامي كثيرة، لكن نعرف أنه التخصص هذا يحتاج دراسة من الأطباء، من التمريض، من العلاج التنفسي، والحمد لله الكوادر موجودة في وطننا الغالي. الحمد لله أثبتت جائحة كورونا أن المملكة العربية السعودية بالكفاءات الموجودة فيها من المواطنين والمقيمين اللي فيها بالخبرات والعقول اللي فيها، الحمد لله أرقامنا ومخرجاتنا من أحسن أرقام العالمية، فهذا يعني يدعو للفخر وللأمان والاطمئنان، وربنا إن شاء الله يديمها نعمة إن شاء الله ويحفظها من الزوال ويحفظ الوطن الغالي والجميع يا رب. الله يسعدك دكتور وائل، لكن برضو إحنا يعني في كم سؤال قبل ما نختم الحلقة، هل نعم. في يعني متى تكون نسبة خطورة، قديش ممكن الشخص يقضي من الوقت في، خصوصا في موضوع الجائحة، يعني في العناية أيوة المركزة، يعني قديش يجلس هناك
ومتى تحس انه هو كده اصبح في خطر او هنا خرج عن دائرة الخطر او نعم سؤال مهم. طبعا يعني الكوفيد احنا نعرف انه 80% من اللي جيهم التهابات الكوفيد اسيمبتوماتيك ما لهم اعراض يعني حتى ممكن يكونوا دايرين بين كده احنا ما نعرف انه عندهم كوفيد. عشان كده بنقول يا جماعه كل واحد البس الماسك، كل واحد يكون في تباعد اجتماعي، السوشيال ديستانس. الله يطمنك، رعبتني في اخر الحلقه دكتور. لا لا لا، هذا اسمه الحرص مش الخوف. صحيح، لانه جدا مهم. احنا يا جماعه لسه في الجائحه لم تنتهي. طيب هذا 80%، 20% هو اللي هم بيتعبوا الله يشفيهم بيدخلوا المستشفى بيتنوموا، 10% من ال 20% دول اللي بيتعبوا بيدخلوا عناية مركزة، فنسبة بسيطة. فالالتهاب طبعا اللي بيدخل عناية مركزة عادة بيكون الآن الفيرال، الالتهاب الفيروسي نزل على الرئة، صار التهاب رئوي، فبالتالي يحتاج دعم لوظائف الرئة، وهذا عادة بيكون عن طريق الأكسجين. فبالتالي المريض بيكون انحط على قناع أكسجين من عدة لترات إلى يوصل إلى جهاز تنفس صناعي خارجي، أوكي، أو بعض المرضى للأسف بيتعبوا أكثر وبنحط لهم أنبوبة تنفس صناعي داخلية. فبالتالي معظم المرضى في أول يومين ثلاثة يبان أوكي كيف وضعهم، أوكي يتحسنوا ولا لا سمح الله بيتعبوا. عادة المرضى اللي بيتحسنوا المرض نفسه التليف الرئوي، لأنه في نسبة منهم بيصيرهم تليف الرئوي ARDS، هذا يأخذ من أسبوع لعشر أيام على جهاز التنفس الصناعي. فعشان كذا إحنا من البداية نشرح لأهل المريض، يمكن بعض الأهالي الضايق ويقول دكتور ليش أنت بتقول لنا إنه المريض حيجلس يطول، هو هذا المرض وهذا هو الدراسات وهذه الأبحاث، عشان هم يكونوا متوقعين إنه المريض أقل شيء حيجلس أسبوع عشر أيام في العناية المركزة، لأنه هذه خطة العلاجية. أنت لازم تريح الآن ما تبقى من الرئة. الرئة هذه عبارة زي الإسفنجة، فلما يصير فيها التليف بيكون جزء منها طيب لسه ما تليف، فبتحاول أنك أنت تحافظ عليه بضغط معين، بنسبة أكسجين معينة، بأدوى معينة عن طريق جهاز التنفس. هذا هو كل المفهوم الكونسبت في علاج التنفس، في علاج الكورونا. لما المرضى يكونوا على جهاز التنفس الصناعي لازم يكونوا في حالة من الثبات والهدوء، يكونوا على أدوية مهدئة عشان نعالج ما تبقى من الجزء الطيب من الرئة. وبعد كده طبعا يعتمد على مناعة المريض، على أعضائه، على وظائف الأعضاء اللي عنده من قلب وكلى وكبد. عشان كده احنا بنقول الآن نصيحة فرصة للمجتمع يا جماعة، كل واحد يقوي مناعته. طيب كل واحد يعني يلتزم انه بالفعل يكون الهيلثي لايف ستايل. طيب انه يعني الرياضه، المشي، اكل الخضار، الفواكه، المويه، الفيتامينز، فيتامين سي، الزنك، فيتامين دي، كل هذه اشياء مهمه، لانه لا سمح الله واحد لما يتعب هنا يفرق اذا مناعته طيبه سبحان الله. نعم، الفيروس ومين اللي مناعته نص نص ومين اللي مناعته تعبانة، هنا يفرق كثير جدا. عشان كده يعني نصيحة والرجاء للجميع، كل واحد يهتم في نفسه، يهتم في الرياضة، يقلل من الجنك فود، يجلس البيت، يأكل خضار وفواكه، يعمل رياضة، أوكي، وإذا يخرج ألبس الماسك، ألبس الكمامة، حافظ على التباعد المترين. طيب مهم جدا يعني إن شاء الله يحفظ الجميع، واهتمامنا بهذه الأمور صراحة، وكل طبيب وكل كل كل جهة بتنادي بأنه يكون الحرص أهم كثير من العلاج. يا جماعة والله أهم مرة كثير، يعني حتختصر مشوار على نفسك، يعني الله لا يحطك فيه أصلا عزيزي المستمع. شكرا دكتور وائل على وجودك معنا، انتهى وقت البرنامج، لكن حقيقي يعني انبسطنا وتعلمنا كثير وعرفنا كثير، يعطيك العافية وجزاك الله ألف خير. شكرا سادة نوها، وإن شاء الله نكون يعني ضيوف خفاف على السادة المستمعين والمستمعات. شكرا وحفظكم الله. يا هلا فيكم مستمعينا، ويا هلا بالدكتور وائل عبد الحفيظ طاشكندي، رئيس قسم العناية المركز استشاري وبروفيسور مساعد مجموعة فقيه الطبية، على وجوده معنا. تكلمنا اليوم، كانت حلقتنا عن العناية المركزة، على أمل يتجدد لقائي بكم بكرة بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج تيمبو، حيكون الساعة 10 الصباح. التقي فيكم بإذن الله. شكرا هالة منصور معنا من الإخراج، كنت معكم نهى سعدي فمال كريم، وانتبهوا لبعض.